بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع في نفس فكرة المين والماكس، بس هنا على طريقة البتوين. نيجي هنا نقول بتوين بالشكل ده كده، بتوين بتوين، وفيها تو فاليو، بتقول له من 3 ل 9، تمام؟ بالشكل ده كده. سوري، هنا قلت 2، قلت 3 ل 9 مثلا. ويجي هنا اقول نمرك بالشكل ده كده، نمرك. اوكي، طيب تعالى بقى نرجع تاني التاكس، نرجع له مرة تانية. نيجي هنا نقول والله ان هو 2، وهنا مثلا ده تيست، نعمل اد، شوف اللي هيحصل. هيقول لي يجب ان تكون قيمة التاكس بين 3 وبين 9. طيب ليه انا حاطط البتوين؟ عشان انت هنا الفاليديشن ده نوع فريد شوية، بمعنى ان انت لو شايف ان انت محتاج تعرف اليوزر اللي بيتكلم مع الداتا بيز وبيدخل فيها الداتا ان والله ما تخليهاش اقل من 3 واكتر من 9، حط له البتوين، وبتتعامل مع الرقم على قيمته ان هو نمرك، لان انا حددت هنا قلت له في الفاليديشن خلي بالك ان القيمه اللي جايه دي نمرك. لكن لو قلت له سترينج وجيت حطيت ايه مثلا ووقفت على كده، لاحظ هيقول لي نفس الفكره برضو زي ما شفنا، ان النص عدد الحروف يكون ما بين 3 او 9 حروف. فبالتالي لو حطيت ايه مثلا بي اي بي سي وعملت اد هيقبلها ويعدل، لان هما 3 حروف وصل للمين، لكن ما عداش الماكس. لو جيت هنا قلت مثلا اي بي سي دي اي اف جي اتش اي جي كي ال ام ان او كده بالترتيب وعملت اد، عديت ال 9 حروف از لينث، لان انا حددت له هنا ان هو ايه سترينج. فهي دي الفكره. فانا جيت قلت له ان هي تكون نمرك، فبالتالي لو قلت له ان هي 4 مثلا او فوق الثلاثه، 3 او 4 هيعديها، لان هي القيمه ما بين 3 و9. لو جيت قلت 6 هيعديها. طيب لو جيت قلت مثلا 10، بص اللي هيحصل، يقول لي ان هي لابد ان هي تكون ما بين 3 و9. فبالتالي لو حطيت 9 هيقبلها، لان ده الماكس بتاعك. طيب فاحنا كده وقفنا على جزئيه البتوين، وهي شبيهه بالمين والماكس، لكن الفرق ان البتوين بتطبع رساله بتخبرك المين والماكس، لكن المين والماكس بتخبرك بحسب حاله الفاليديشن. يعني انت لو حطيت اقل من 3 في المين هيقول لك والله حط لي اقل حاجه 3، لو عديت الماكس هيروح مطلع لك رساله يقول لك انت عديت الماكس بتاعك اللي هي 9. لكن هنا البتوين بتتعامل بنفس المين والماكس، لكن الفرق ان هي بتطبع لك البدايه والنهايه للقيمه عشان ما تتعبش اليوزر في بعض الاحيان في القيم اللي هو بيدخلها في الداتابيز. طبعا احنا الكلام ده قلنا نطبقه عادي على السترنج ومفيش مشكله، وتطبق كمان على عدد الاريس وعدد الفايلز. وفي حاجة اسمها السايز هنتعرف عليها برضو، ده بالنسبة للأحجام والأنواع، برضو هتشوف حاجات كتيرة في الدروس اللي جاية. لكن أنا هنا بتكلم على البتوين والماكس، إن البتوين مين وماكس، في البتوين بتطبع لك الرسالة بالشكل ده 3 و9، والمين والماكس تطبع حسب حالة الفاليديشن في ساعتها. يعني ساعتها أقل من 3 يطبع، أكتر من 9 يطبع بالنسبة للمين والماكس. طيب فالبتوين برضو انت بتقول مثلا للاري والله ما تخليكيش، لو انت عايز تعد عدد اري، يعني مثلا انا بقول مثلا ان هنا دي تاكس اري بالشكل ده كده، وجيت قلت له والله انا مش عايز اكتر من 1 ل 2 قيمة، وانا جيت هنا رحت محول دي لاري بالشكل ده كده وقلت له والله تاكس اري، تاكس اري، خلينا ناخدها خليها زي ما هي من غير اي حاجه، هنقول ان في اكتر من قيمه للتاكس ان هي اري اهي. وجيت هنا قلت كمان واحده كمان وواحده كمان، تمام، وبعتت 3 اري بالشكل ده كده اهو. هعمل ريفرش طلع لي 3 تاكس، ادي 1 2 3، وبعت القيمه دي، سوري، بعت القيمه دي وبعت القيمه دي. تعال نشوف ايه اللي هيحصل. ده بالنسبه للاري، لاحظ قال لي ايه، يجب ان تكون قيمه تاكس ما بين 1 و9، تمام، يجب ان يكون على التاكس ان يكون رقما. هنا انا ما عرفتش نوع الانبوت اللي جاي في الفاليديشن، يعني اجي هنا اقول اري بالشكل ده كده عشان اقول له والله ما تبعتليش اكتر من 3 قيم.
او من قيمة الاثنين between. طيب تعال نشوف، انا بعت ثلاثة، لاحظ هنا بيقول لك يجب ان يحتوي تاكس على عدد من العناصر بين واحد واثنين، ما يبعتش ثلاثة. يعني لو انا جيت هنا حذفت، فرضنا ان احنا بنحط الاري ديت مثلا بجي كويري ولا بفيو جي اس او بانجلر، ايا كان الفريم ورك اللي انا شغال بيه، بيحط لي مالتيبل انبوت، ما يزودش اكتر من مثلا اثنين عنصرين، فبالتالي لو عملت اد هيديني برضو الفاليو الايرور من تاني. لكن لو جيت عملت اد، لاحظ هنا هيقول لي ان هو اسم الدوله مطلوب، فحط له اسم الدوله وهيعدي القيمه ومفيش اي مشكله لان هي اري زي ما انت شايف. طيب فرضنا بقى ان انا عايز افاليديت جوه الاري، يعني افاليديت على الديت سوري على الداتا اللي جوه الاري. طبعا شفناها في الدروس اللي فاتت، احنا بنيجي هنا نقول التاكس دوت اول بالشكل ده كده، وان هي هتقول اللي هي القيمه اللي ما بين كل عنصر والتاني من 3 و9، اهو ادي 3 وادي 9 تمام. فانا بفاليديت على الفاليو اللي جوه الاري، يعني بفاليديت على الاري وبفاليديت على الفاليو اللي جوه الاري. لاحظ هنا بيقول لي ايه، ان يجب ان يكون عدد حروف النص صفر بين 3 و9 اللي هو ده. فبالتالي جيت هنا قلت مثلا 8 هيعدي القيمه، تعالى نعمل اد، لاحظ هنا بيقول لي ان ايه ما بين 3 و9، سوري هنا النص احنا حطيناه النص، المفروض ان انا احدد له هنا اقول له ان هي نمرك. ايوه عشان كده بنتعامل مع الداتا اللي رايحه مع الانبوت، لازم نحدد نوع عشان الفاليديشن تعرف هي بتعمل ايه، ما تبقاش كده عشوائيه. فبالتالي لما اعمل اد لاحظ هيقبل القيم عادي ومفيش اي مشكله. طب لو جيت هنا قلت مثلا 90 وجيت هنا قلت مثلا 10، لاحظ هيقول ان العنصرين فيهم مشاكل ولازم ان صفر تكون ما بين 3 و9 وكمان واحد تكون ما بين 3 و9. فبالتالي لو جيت قلت هنا 3 وقلت هنا 9 هيعدي الاثنين انبوت بكل بساطه ومفيش اي مشكله. ودي كانت البيتوين والماكس بشكل اعمق. طبعا في الفايلز، يعني الفكره كده ان انت لو قلت هنا برضو فايل، سوري فايل بالشكل ده، بس طبعا الموضوع مش عايزين نخش فيه عشان هو ادفانسد شويه، خليه مع حاجه عمليه في دروس الملفات اللي هي الفاليديشن للملفات. خلينا بس مع الاري والنمرك والسترنج بالفكره دي، ونقف لحد كده ونشوف درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.